طاب مساءكم مشاهدي قناة التغيير، ملف جديد وبرنامج من بغداد. ليس مستغربا أن تطلع على المشكلة، وليس أغرب أن تكون المشكلة ترتقي إلى حد المأساة، وليس غريبا أيضا أن تفاجأ أو أن تفجع بما تسمع وبما ترى وبما يحصل، ولكن الفاجعة الحقيقية والكبرى عندما يكون أصحاب الشأن وأصحاب القرار وأصحاب الاختصاص وأولي الأمر منهم عندما يسمعون وتكون النتيجة أذن من طين وأذن من عجين. هنا تصبح الكارثة الكبرى عندما لا يقدموا أو لا يتحركوا أحدا منهم لحل هذه المشكلة. وعندما أقول الفاجعة هنا بمعنى في ظل هؤلاء وفي زمنهم ننتظر المزيد والمزيد من الكوارث، لأن عدم الحركة وعدم الرفض وعدم إيجاد الحل يفسر لنا أشياء عديدة. أن هذا الفساد يدار من قبلهم عندما يكونوا يعرفون به وهم شركاء فيه، وهم الذين يشرفون عليه، وهم الذين يحمونه، وهم الذين يديمونه. فبالتالي نحن كشعب وبلد وخيرات في أيادي غير أمينة ورب الكعبة. أما عندما نجد حلا هنا أو هناك نفتخر ورؤوسنا تطاول السماء عنانا، لأن لدينا مسؤول لديه حب للوطن ولديه قدرة وإمكانية، وبالتالي هو يفتش عنك وعن غيرك ليسمع. أما إذا كان المسؤول خانعا راكعا تحت شهواته وتحت ملذاته وعبد وذيل هنا وذيل هناك، فلا خير يرتجى منه. في هذا البرنامج عندما نعرض هذه الحقائق كما عرضنا في الجزء الأول مع النائب كاظم الحمامي بما يحصل في الموانئ العراقية وفي ثغر العراق الباسم، في حلقات متسلسلة أنا قدمتها على أكثر من 5 إلى 6 حلقات في هذا البرنامج، أننا نبغي أنه أيها الأخوة أيها السادة أيها الأفاضل أيها الحكومة أيها الرئيس في الجمهورية أيها الرئيس في الوزراء أيها الرئيس في البرلمان أيها الرئيس في القضاء عفية بلدي كثر بيكم رؤساء، واحد منكم ينبري لهذه المأساة، واحد منكم ينبري لهذه المسألة. اعملوا بنظام المؤسسات وحددوا لكل مؤسسة حدودها، هذا حدك هذا حد فلان، ما يصير الوزير القومي المؤسسة الفلانية يلتهم وياكل الوزارات الثانية، شنو بويا حلبة حارت كل من إيده له. أما أن تشتغلوا بروحية الدولة وروحية المؤسسة والقانون، وإلا الشعب راح يعرف باكر شلون راح يشغلكم على مزاجه، وراح تدرون وين راح تشتغلون. الليلة الجزء الثاني مع النائب كاظم الحمامي، أيضا أرحب بك من جديد سيادة النائب. أهلا ومرحبا بك، السلام عليكم. أود أن أستكمل ما كنت قد انتهيت منه في الجزء الأول، وخلينا بطلابة خور العمية، يعني أنا حريص على هذه القصة. كيف أصبح خور العمية سيادة النائب بين ليلة وضحاها، بين خرائط قام بها الجانب العراقي كما قيل لي في إحدى الحلقات من أحد المسؤولين أن يكون خور العمية ضمن المياه الأقليمية الدولية الإيرانية أو خارج المياه الأقليمية العراقية، شلون صارت هاي سيادة النائب؟ يا سيدي هذه الحكاية تعود إلى عام 1988، وهو العام الذي توقفت فيه الحرب العراقية الإيرانية، هذه الحرب العبثية التي أهلكت الزرع والحرث. حقيقة إنه في هذا العام أو بمجرد عودة الملاحة بشكل خجول بواسطة الزوارق، عودة الملاحة في شط العرب، بدأت
الآن أنت تعرف شط العرب مقسم إلى مقاطع، اي شط العرب طوله من مش من القرنة إلى المصب، لا طوله من ميناء المعقل إلى منطقة المصب إلى خور العمية تقريبا 139 كيلومتر، اي هو لا يجري بشكل مستقيم وإنما يجري بشكل متعرج. المقطع الأخير من شط العرب واسمه السد الخارجي، يعني منطقة المصب، ويطلق عليه أحيانا قناة الروكة. ليش الروكة؟ بعدين هسه هم راح نجيها، لأنه بيها أكو خوش ربط، ربط قانوني ودولي وسياسي، في لأنه قناة كلمة الروكة. قناة الروكة. ايه زين الروكة، حتى لا نرجع مرة ثانية، الروكة بالقاموس الإنجلو إنديان معناها الوثيقة التي لا يمكن التلاعب بها أو شطبها أو حكها أو إهمالها، الوثيقة التي غير قابلة للتغيير. ليش؟ لأنه شركة الهند الشرقية عندما كانت مسؤولة عن الملاحة، عندها امتياز من نعم الإمبراطورية العثمانية بالملاحة في شط العرب، ضاقت ذرعا بالمتغيرات التي تطرأ على شط العرب، فلذلك اختارت كلمة الروكة بتوقيع المعاهدة مع الجانب الإيراني الملاحي حتى لا تتغير هذه القناة، وهكذا سميت وين قناة مكانها الروكة. هاي استاذ كاظم في شط العرب؟ قناة هي نفسها التي رسم بها خط التالوك لمعاهدة 1975، معاهدة الجزائر. نعم، هذا الجزء نرجع إلى 88 بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، هذا الجزء تحديدا أصبح يؤثث بالعوامات الملاحية من قبل، يعني إيران أخذت على عاتقها تأثيث هذه القناة، هذا السد الخارجي، منذ 88 ولغاية 2021. طبعا هن تقريبا 5 عوامات، إلا أنه هذه العوامات تتحكم بها إيران، تقدم هاي وتأخر ذيك بموجب المتغيرات التي تطرأ، متغيرات جيولوجية طبعا، نعم. تطرأ على خط العرب، لأنه هذه المنطقة منحرفة وين؟ منحرفة باتجاه الجانب العراقي، فانحرفت كثيرا منذ 1980 لأنه توقفت عمليات الملاحة، ولغاية 2020 تقريبا 2021 تقريبا 41 سنة. التاريخ الجيولوجي لمصب شط العرب فيه تغيرات عجيبة غريبة، ويخضع إلى ظاهرة التنشيط التكتوني للتربة. على أي حال، هناك كميات هائلة من السيدمنتيشن، الترسبات، عمليات الإرساب، فتغير مجرى القناة. الآن فوهة مدخل شط العرب عندما تقف هناك وتضع اليابسة في ظهرك وتتوجه بوجهك نحو البحر، نعم. ترى أن خور العمية أصبح يقع على جانبك الأيسر، بالتالي أنه هناك ممكن أنه في يوم من الأيام نتلقى خطاب من قبل الجانب الإيراني يطالب بضم ميناء خور العمية. لماذا؟ طبعا ربما احنا لسنا متحاملين على اي دوله من دول الجوار، سواء ايران او سواء الكويت، ولكن انا راح اقول لك شنو القصه. ترى كل القصه وما فيها هو هذا الاهمال العجيب الذي يعني تتمتع به المؤسسات العراقيه، وهذا الاهمال العجيب الذي تنازلت فيه المؤسسات العراق عن حقوقها. احنا ما نعرف، على قولة واحد اسمه استاذ سركيس عندنا ارمني، يقول ما اعرف الصقلب يا ابي الطايح، احنا ما نعرف الكره في اي مرمى الان، في اي ملعب من الملاعب العراقيه. هذا الملف مسؤول عنه وزاره الخارجيه، ومسؤول عنه مديريه المساحه في وزاره الدفاع، ومسؤول عنه وزاره شو يسمونها النقل، ومسؤول عنه جهات اخرى، ومسؤول عنه القوى البحريه. اذا ليس له مرجع ثابت، ولنا حكايات طويلة في هذا الموضوع. أنه أنت عندما في السابق كانت لدينا المجلس البحرية الأعلى في قبل الحرب العراقية الإيرانية، هذا كان مسؤول عن هذه الملفات، كان مسؤول عن بالشأن المتخصص. زين أستاذ كاظم، يعني هسه أنت مرات أريد نحاكي هسه الحكومات، لو نحاكي الجماعة الوليدات اللي يبحثون عن هيبة الدولة وعن عدم التدخل الخارجي، إحنا ليش اليوم إيران؟ وليش إيران هي الوحيدة التي تقوم بتثبيت يعني العلامات أو عوامات الملاحية بشط العرب من عام 88 لحد الآن؟ لعد وين الحكومات؟ وين الدولة؟ ليش ما تثبت؟ لماذا إيران وحدها هي التي تقوم بالتثبيت؟
يعني هذا عند اللي على شيء، فهو تنازل من الجانب العراقي، تنازل واضح وصريح واكيد، لانه لما تنفرد جهه دوله متشاطئه معك بالتاثيث منذ عام 88، لانه دائما المواطن يقول لك ها هاي صارت وراء 2003، لا يا سيدي صارت منذ عام 1988، يعني 41 سنه هي التي تتحكم بتحريك العوامات من جهه الى اخرى. هذا إهمال، بس إهمال يعني مصخم وملطم، لأنه ما معقولة إنه إحنا منا نشكو من 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 ضيق مساحتنا البحرية، ومنا يعني إيران عتها 3200 كيلو متر مطلة على بحار الله الواسعة، والكويت عندها 500 كيلو متر، بينما نحن نتراجع وننكمش ونتقهقر إلى الوراء بمن؟ بهذه الفجوات التي صنعتها الحكومات، وليس حكومة واحدة، الحكومات العراقية المتعاقبة من سنة 88 إلى حد الآن. إحنا عندنا خبراء وخبراء كبار، وأنت سبق وأن التقيت مع اللواء الدكتور جمال إبراهيم الحلبوسي، نعم، ولدينا خبراء كبار في هذا الموضوع، كابتن صلاح غدير عبود، كابتن حسن علي موسى، نعم، الكابتن يا كابتن مازن، رئيس المهندسين رياض مولا، كابتن سمير عبد علي، هذول كلهم متخصصين في هذا المجال. تلاحظ ذولا صايرين على صفحة، والهيئة البحرية الآن اللي عولنا عليها وراهنا من ذاك اليوم لهاليوم، من سنة 2005 أنا كنت يعني أذود عن الهيئة البحرية، كنت مسميها السلطة البحرية، غيروا اسمها، غيروا تركيبتها، ولدت ميتة، ولدت كأنما قال الخدج. نعم أستاذ، يعني حتى أنت هسه أخذتني إلى اتفاقية 75 حتى نبدأ نعرف الغايات والسلوكيات في اتفاقية 75، أنه كل طرف يتحمل كري شط العرب بالجهة المقابلة له أو اللي من حسنه. إيران إلى الآن لم تقم بهذا، يعني هل هي راسمة؟ حتى العراق هي راسمة؟ إيران والعراق لم يقوما بكري شط العرب منذ عام 1988. منذ عام 1988 توقفت عمليات الكري جملة وتفصيلا. ليش؟ من الطرفين. ليش؟ وهي طبعا خلي بالك، هسه واحد يقول العراق خسر الكثير، لا، العراق الآن الموانئ الموجودة في شط العرب موانئ بسيطة وتكاد تكون بدائية، ميناء المعقل أصبح يعني يتعامل مع سفينة واحدة فقط، سفينة يتيمة اللي هي سفينة اسمها أمواج كارون، وميناء خور الزبير يتعامل أيضا مع سفينة واحدة، وميناء الواصلية معطل، وميناء المعامر معطل، بينما إيران لديها 6 موانئ معطلة، ميناء عبدان يشتمل على 30 رصيف أوقفت، ميناء خرمشهر يشتمل على 16 رصيف توقفه، ميناء خسرو آباد يشتمل على. هل هو إهمال أم غايات؟ عدم كري شط العرب إهمال أم؟ هناك فائدة كبيرة لإيران، لأنه يعني يقولون المال السايب يعلم السرقة. إذا أنت غير حريص على مالك، إذا أنت ما منتبه لحلالك، تريد الآخر يكون عينه وقلبه عليك، لا، مستحيل. زين، هاي نظرية مرفوضة. نعم، أنت التقيت لما كنت وزير النقل، التقيت بعدد من المسؤولين الإيرانيين، وصار أكو حديث عن طموحات الإيرانيين بالربط السككي، وعرضت عليك امتيازات كبيرة كوزير ومسؤول بالدولة العراقية مقابل أن تربط إيران مع العراق، مع إيران ربط سككي. شنو اللي قالوا لك عليه بقية الإيرانيين سيادة النائب؟ الحقيقة إنه كان اللقاء متشعب مع يعني كبار المستشارين في الدولة الإيرانية، مع وزير النقل الإيراني عباس أخواندي، مع وزير الدفاع الإيراني، مع ممثلين من وزارة الخارجية. كانت إيران ودول الأوراسيوية، أوزباكستان، أذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، لديها رغبات كبيرة ولا تزال مصرة على الارتباط اللي يسمونه مصير المشترك بخط الحرير، طريق واحد حزام واحد، المشروع الصيني الكبير. هذا المشروع كان في حينه واصل إلى مدينة كرمانشاه، إلا أنه كانت لدى إيران ودول الأوراسيوية رغبة بالتوجه لعبور العراق بخط عرضي، قناة جافة عرضية،
والتوجه إلى طرابيل، ومن طرابيل إلى عمان، ومن عمان إلى ميناء العقبة. طيب. كان هذا طموح كل الدول الواقعة على شرق العراق. أنا حقيقة ومن باب الحذاقة المهنية قلت لهم لا مانع، يعني طبعا انت خلي بالك هذا المشروع ينفذ على نفقة إيران، خلينا نركز هذه، ينفذ على نفقة إيران والبلدان الأوراسيوية على نفقتهم، مقابل أن يحصل العراق على كل رسوم النقل العابر بالتعرفة الدولية، يعني ما راح نخسر شيء، ومقابل أن العراق يفتح له محطات بينية للسكك الحديد يستفيد منها بتشغيل أبناء العاطلة على العمل. والطريق الحقيقة مش سكة واحدة، وإنما حزمة سكك، لأن على أقل تقدير هي 6 خطوط سككية على أي حال. فأنا طلبت منهم، أنه قلت لهم وماذا عن شط العرب؟ قال وماذا عن شط العرب؟ قلت لهم إحنا بودنا أن نعود إلى معاهدة 75، وهذا حق عراقي ما ممكن التفريط به. قالوا اذهب ليس من معاهدة 75، اذهب واحفر من خور موسى، ولكن يا جماعة الخير انبوس ايديكم ورجليكم، بس خلونا نعبر إلى العقبة، إلى ميناء العقبة، لأن هذه الدول الأوراسيوية محاصرة وليست لديها أي إطلالة على البحر. إحنا راح تصبح لإيران، طبعا إيران أيضا من مصلحتها أن تذهب إلى العقبة. ليش؟ لأنه حتى تتخلص من المضايقات في عنق الزجاج. طيب هنا سؤال مهني أستاذ كاظم. نعم. يعني أنت الآن في مقارنة أنه يعطيك شط العرب ويقول لك أعبر إلى ما بعده، مقابل أن تعطيه منفذ من البصرة إلى ميناء العقبة. خب ليش أنت، أنا أسوي المشروع وأنت لا. أنت أنا أسوي المشروع وأنت جيب بضاعك وأنا أقول لك مقابل. نعم، مو من البصرة، من كرمنشاه، يعني من بدرة وجصان، من بدرة وجصان إلى العقبة بالعرض. هذا المشروع، يعني هسه يا جماعة يقولون أهلنا بالريف عيد وجاب العباس، إنه المشروع أولا واحد يجيك ويقول لك أنا أنفذه مجانا علشان خاطر عيونك، وأنت أخذ باللي عجبك رسوم نقل عابر، تأخذ على الطن في الكيلومتر هلقة تضربها في هلقة نسبة مئوية من الدولار، وأنت تجري أرباح هائلة، ومقافوك هذا كله روح احفر شط العرب بالمكان اللي عجبك. لكن هذا المشروع رفض عدة مرات لما أنا طرحته في مجلس الوزراء، وأنا هذا الكلام تكلمت به بالصوت العالي في تحت سقف البرلمان العراقي. نعم. الآن يعني هسه احنا خلينا نفترض حسن النية، الوليدات رفضوا، شنو كانت مبرراته؟ ما معقولة ترفض طلب الإيران، الولد ربع إيراني هواي موجودين، من رفضه؟ من قدر يفرض هذا الإرادة؟ هو قبل لا نقول من رفض هذه الإرادة، المتضررين الكبار طبعا كل السلسله الدوليه الممتده من شنغهاي الى العقبه كلها متضرره، ولكن اكبر المتضررين هم الاردن والايران. ليش؟ لانه الاردن انا ايضا خدت التفاوض مع وزير النقل كان يحيى الكسبي ودوله رئيس الوزراء في ذلك الوقت اللي هو هاني الملقي، وجلست معهم، وكان الرجل مخصص 10 دقائق فقط بحضور سعادة السفيرة صفية السهيل، إلا أنه بعدما أن تكلمت في هذا الموضوع فتح الوقت، وحتى أنه أنا تكلمت بالخارطة وبالتوصيف الدقيق 45 دقيقة، لأن حكيت لكل مشاريع المنطقة وربطتهم بمصير واحد. ولكن أنه عندما ذهبت إلى مجلس الوزراء وأنا أحمل الرغبة الأردنية بيد وأحمل الرغبة الأوراسيوية بيد أخرى، رفض مجلس الوزراء، وكان يعني في دولة رئيس الوزراء الأستاذ العبادي الدكتور العبادي بذريعة أنه أين دراسة الجدوى. طيب يعني الآن هنالك من الأصوات التي قد تكون هي اختصاص أو ليست، هنالك من يقول أو من يحذر يا أستاذ كاظم، يقول لك لا بأس من الربط السككي مع إيران أو مع الكويت، لكن في حال أو عند اكتمال ميناء الفاو الكبير. نعم، هذا الكلام كلام طبعا مرفوض وغير صحيح، وهي حجة واهية تماما. ليش؟ لأنه الآن كوكب الأرض كل البلدان المينائية، كل البلدان يعني على سبيل المثال ألمانيا لديها حدود جوار مع 9 دول، ولديها تقريبا 45 ميناء
ولكن انه ترى شبكات الخطوط السككيه تمر بالطول والعرض وتخترقها من كل الجوانب. لا لا يعني احنا نعول على اليمن على موانعنا اللي هي الان تحارب من قبل هيئه المنافذ وتحارب من قبل جمارك. احنا وين رايحين؟ يا اما ان نشتغل بالطريقه التي يعمل بها العالم وهو انه لا ضرر ولا ضرار، على اعتبار انه طالما انه احنا نقدم التسهيلات السخيه لخطوط الشحن البحري في موانعنا اكيد راح تئم او تتردد. يا استاذ يا استاذ كاظم دعنا نفكر بهدوء. لدينا مع هذه الدول ازمه ثقه، لانه هنالك تقديم لمصالح هذه الدول على مصالحنا الوطنيه، ولدينا ايضا لهذه الدول رموز وعملاء سياسيين يشتغلون لديها، وبالتالي ضع علينا الخيط والعصفور. من هو المشروع الاستراتيجي الذي ممكن أن يخدم؟ من هو المشروع الذي ممكن أن يتبنى العملاء؟ الصورة ضبابية. أنت الآن تتحدث عن مشروع وعلى ذمتك، ربطونا الربط السككي واخذوا تعريفة مثل ما تردونا والغوا اتفاقية 75 وصولوا وجولوا. على هاي أنت سويتها قمرة وربيع. معقولة أكو دولة ترفض مثل هذا؟ إلا إذا كان هنالك شيئا لا نعرفه. لا، كل شيء واضح وكل شيء جرى تحت الشمس، وكل القصة ما فيها إنه الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله اختار العراق في موقع متميز. كل البلدان لديها كل الاستعدادات لتقديم التسهيلات المطلقة للعراق شريطة أن يستغل هو العراق يستغل موقعه. والدليل إنه بعدما يأست البلدان الواقعة شمال وشرق العراق، وبعدما يأست البلدان الواقعة غرب وجنوب العراق، كل أخذ يبحث عن مستقبله. يا أستاذ كاظم، الدليل آلولو للسيد رئيس الوزراء، والدليل آلولو للسيد رئيس البرلمان، والدليل آلولو لقيادات الكتل، لكن نحن إلى الآن لم نفهم ما الذي يجري في طبخات من هذا النوع. وإذا كان هذا المشروع يهم إيران إلى هذا المستوى الذي تقول به احنا نوصلها من كرمنشاه إلى العقبة، لماذا لم تفرضه كما يدعي البعض أن إيران تفرض ما تريد؟ هسه نتحدث بحيادية. مو هذا الكلام الصحيح؟ هذا الكلام الصحيح، يعني أنت الآن تكلمت بالكلام الصحيح وحطيت النقاط على الحروف. الآن يا سيدي دعني أكمل. بعدما يأست البلدان الواقعة يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، الآن انتهى الموضوع. لن يطالبنا أحد بالربط السككي، ولن يكون هناك أي، أنا أقول لك لأنه طارت الطيور برزاقها. إيران راحت عملت هي مع تركيا مع الباكستان خط سمته خط الإنستيك، وإن شاء الله في لقاء آخر نكمل اللي هو جاي من كلمة International North and South Transportation Corridor. هذا خط طوله تقريبا 7200 كيلومتر، استغنت عن العراق، بعد ما لها شغل بالعراق، خلي العراق يسولف لوحده. زين، عندك البلدان الخليجيه والسعوديه عملت شبكه كبيره اسمها شبكه قطار الخليج، وارتبطت الان راح ترتبط عبر محطه الرياض بميناء حيفا في اسرائيل. انتهى الموضوع. لا احد يفكر بالربط السككي مع العراق بعد الان، لانه خلاص السكك شغاله، وإيران راحت هي وتركيا والباكستان بجانب، والكويت وقطر. إذا هذا الكلام دقيق يا أستاذ كاظم، إذن ما الفائدة من ميناء الفاو؟ بعد شو نسوي به؟ أنت ميناء الفاو، حتى ميناء الفاو نسولف لك سالفة أخرى تستغرب. أي؟ أنت ميناء الفاو لما أنت لو فرضنا جاء علاء الدين والمصباح السحري، أي، قال أنا بضربة عصا راح أخلق ميناء الفاو، يعني يطلع لكم ثاني يوم ميناء بمية أرصفة، أو على قولة الدكتور 750 أرصفة، على عيني وعلى رأسي علاء الدين. هذا عفريت من عفاريت الجن. طيب شلون ننقل البضائع من ميناء الفاو إلى أي مدينة بالناصرية بالعمارة بالسماوة بالكوت إذا ماكو طريق يرتبط ميناء الفاو؟ خلنا أسولف لك على الطريق. جاء علاء الدين آخر وقال راح أسوي لكم قناة جبارة ترتبط من ميناء شو يسمونه الفاو إلى تركيا. أي. وإذا أنت أمامك الآن حقيقة غريبة لا أحد يتطرق إلى أنه تطرقت لها في مقالة مكتظبة ولم تنشر، هو أنه أنت لما تذهب بهذا الخط القناة الجافة من البصرة إلى تركيا، منين تعبر إلى تركيا؟
هسه راح تقول لي من الموصل. اي من سنجار من ربيعه. ممتاز، انا وياك انا أي. وياك تعبر من الموصل. اي الان الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وتركيا تشغله دولة اقليم كردستان، ولدينا ممر صغير ضعيف بسيط طوله 200 متر فقط، 200 متر فقط، اسمه ممر اوفوكوي، هذا ايضا واقع تحت سيطرة الاقليم. اذا لا يوجد للعراق كحكومة اتحادية اي ممر واي نافذة باتجاه تركيا. من سنجار حتى سنجار الشريط الحدودي يا سيدي الآن تحت سيطرة الإقليم. هاي يعني حقيقة لم يتطرق إليها أحد. وخلي بالك اسم المعبر أفوكوي. معبر أفوكوي. أفوكوي هذا مغلق. أنت الآن إحنا نشتغل بنظرية، تريد أرنب هذا أرنب، تريد غزال هذا أرنب، هذا واقع الحال. انتهت القناة الجافة، انتهت مشاريع الربط السككي. إذن هنا سؤال. إذن اتفاقية سنجار التي أقامتها الحكومة مع الإقليم هي مررت لخدمة هذا الغرض؟ إحنا اتفاقية سنجار مثل تتذكر العملاق اللي يسمونه عوج بن عناق أصيب برجله، هو طويل القامة أسطورية، قصة أسطورية، وأصيب برجله وامتد على الأرض، وليسأل الناس الطروش الرايحة والجاية يقول لهم ما تشوفون رجلي شلون صار حالها. إحنا يروح السنجار يسولف على سنجار بس ما يأخذ سكوب على المنطقة بشكل شامل ونظرة شمولية حتى يعرف يوازن أين تقع مصلحته، هنا له هنا له هنا. والدليل أنه عندك أنت المنافذ الحدودية اللي مع إيران ومع تركيا في منطقة الإقليم لحد الآن لا يعلم بها العراق شيئا زين. وحتى الراسخون بالعلم هم إذا يمتحنون يرسمون زين. نعم. أيضا في قضية النقاشات التي دارت بينك وبين جابر الأمير جابر أمير الكويت، أعتقد أن نعم. أنت التقيت مرتين، وأيضا نعم. صارت مناقشات حول خور عبد الله، وأعتقد نعم. في وقتها يقولون أنه منحك امتيازات، يعني ما أريد أقول الطوق فلوس مثل الجماعة هاي وكل صوروها أخذوا عليها ليك، بس قل لك أنه في قضية خور عبد الله نعطيكم امتيازات كدولة. نعم، إحنا قبل لا أنا أجاوبك على هذا السؤال بودي أن ألفت انتباه المشاهد إلى نقطة في غاية الأهمية. مشكلتنا أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، هاي قاعدة رياضية بسيطة لا خلاف عليها، ولكن الآن إذا أنت قلت الإيرانيين قالوا واحد زائد واحد يساوي اثنين يقول لك أنت عميل، أو إذا قلت السعوديين قالوا واحد زائد واحد يساوي اثنين قالوا لك أنت متواطع مع السعودية، أو إذا قلت الأتراك قالوا واحد زائد واحد يساوي اثنين قال لك أنت. هاي المنصات التواصل الاجتماعي صارت حقيقة باب لإفساد العقول. ليش؟ لأنه إحنا لما نتكلم ونتكلم بكل الأبهة ونروح نقعد مع سمو الأمير أو الوزراء بالجانب الإيراني نعم. أو الوزراء في الجانب السعودي، وأيضا هناك عطايا وسخايا وطروحات إيجابية جدا تصب في منفعة هذا المواطن البسيط زين. بمجرد ما نتكلم بالإعلام قال لك هذا عميل، ها شلون راح قاعد ويا أمير الكويت أو شلون قاعد ويا الوزير الإيراني. حتى ذاك اليوم حكاها الدكتور اللواء الدكتور جمال حلبوسي لما قال انا بزعت روحي من اللجان الحدوديه لانه كنا متهمين، كنا مع العلم احنا ناس وطنيين وهو رجال من الغربيه. على اي حال سمو الامير رحمه الله على روحه انا التقيت فيه مرتين اي وتكلمنا على خور عبد الله، حول خور عبد الله. الرجال فاجئني بطريقه غريبه عجيبه. انت تعرف رجال نعم. يعني 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 دائما يقول انه يعني يتكلم بالشيمه العربيه والمروءه العربيه وغيره، هو رجل عربي راسا مد ايده على ورقه يعني اي فور وقال لي تفضل هذا خور عبد الله. لهي شنو سمو الامير فارغه؟ قال عمي اكتب على راحتك. اي طبعا خلي بالك خلي بالك قبل لقاء سمو الامير انا عندي كتاب من مؤلفاتي اسمه عراق بلا سواحل. أي. يعني ويا ريت عندكم صورة تطلعونه، عراق بلا سواحل مشهور من تأليفي. لقيت الكتاب على طاولة الأمير، طبعا هذا الكتاب لم يقرأه مسؤول عراقي أبدا
ما عنده وقت، ما فار... ما الولد ما فارغين، ما فارغين، ما فارغين هسه. قال لي عمي انت هذا كاتب بي كل شيء علينا احنا شو؟ قلت له مو خور عبد الله. قال لي خور عبد الله تفضل هاي الورقه اكتب شنو يعجبكم، وين تريدون توصلون بخور عبد الله اكتب. بس غير عمي اعرف جبيلي منو، غير اعرف الجهه اللي اسولف وياها منو. احنا مشكلتنا هاي خليها تحت سطرين، مشكلتنا لحد الان لا توجد جهه رسميه مخوله ولديها التفويض، جهه رسميه بعينها. الان انت لما تذهب الى ايران هناك السلطة البحرية الإيرانية العليا، عندما تذهب إلى الكويت السلطة البحرية الكويتية العليا، عندما تذهب إلى السعودية السلطة البحرية السعودية العليا. إلا في العراق أنشأنا من خلال البرلمان ومن خلال لجنة الخدمات لما أنا كنت، وسوينا وصدر قرار القانون رقم 18 لسنة 2019، وهاي إحنا باتل بحيبس من سنة 2019. أتفاهم مياك على خور عبد الله. خور عبد الله ايضا من رحنا المجلس الوزراء قال لا مو هيك، لازم لجان تروح ولازم لجان فنيه وتجي. زين احنا اقول لك احنا احيانا شو تسوي اللجان؟ انت ما في هذا الاتفاق الذي قال له امير الكويت، انت تكسب ام تخسر؟ انا لم اكن مفوض بالتوقيع على امور حدوديه. فيما اذا لو حصل يا استاذ كاظم، فيما لو حصل بناء على ما حصل بينك وبين أمير الكويت، السادة المسؤولين في العراق الله يحفظهم، لو وافقوا العراق سوف يربح أم سيخسر؟ طبعا يربح، بس هي مشكلتنا وين؟ مشكلة مزدوجة بهذا الموضوع. لأنه أنا أحيانا أكو بعض الحقائق اللي تصير زوايا السيت غير مرئية، اللي هي أريد أسمعها أحكيها لك لأول مرة. أنت ما يصير تجي من الجنوب، من أهل البصرة، من العمارة، الناس، أنا أحكيها إليك بصراحة وبالفم المليان هنا، ما يصير إنه أنت تجي من الجنوب وتصير هاي تسجل باسمك، حتى لا تسجل باسمك، حتى يضيع العراق كله. هذا من اللي يقول هيك؟ هذا عقلية الدولة العراقية الآن وقبل يومين وقبل سنتين وقبل 50 سنة، لا تزال هي نفس العقلية. أنت تستنتج لو قالوها بوجهك؟ قالوها. قالوا لك؟ يا حبيبي خلنا نكون واقع وياك، احنا بالنسبة لهم يخسونهم طبعا، يخس اي انسان يطعن بعروبة الجنوب، بس مع ذلك بنظرهم احنا معدان، احنا متخلفين، احنا شراقوة، احنا ما نفتهم. انت تخاطب من يا استاذ كاظم؟ يا اخي انا اخاطب العقول السياسية الكبرى في العراق. انا جاي في العراق، هل في العراق عقل، في العراق عقل سياسي كبير؟ هنالك عقل طائفي، وهنالك عقل عميل، وهنالك عقل جاءت به المحاصصة. يا عقل سياسي كبير الذي تخاطبه. هناك عقل آخر يؤمن إيمان كبير بالمناطقية. ومو اليوم، أنت لو قريت، لو تقرأ مذكرات ساطع الحصري، أسمي نقول ساطع الحصري تنقلب الدنيا، أقرأ مذكراته. هو يقول لما كان وزيرا للمعارف، يقول لم أنم ليلي عندما طلبوا مني أن أؤسس معهد للمعلمين في البصرة، في الناصرية العفو، ومعهد للمعلمين في الموصل، لأن هؤلاء أبناء الشمال والجنوب كتب عليهم أن يكونوا فلاحين يوفرون غلة الشتاء والصيف لأبناء الوسط. هذا مو كلامي هسه، طبعا يحتجون يقولون الله أكبر. يا أخي فليذهب من يشكك بكلامي لقراءة مذكرات ساطع الحصري نفسه. يا أخي أنا لست بحاجة إلى مذكرات ساطع الحصري، أنت اليوم تتحدث عن قضايا أنت شاهد بها. هل لأنه القضية طائفية أو هنالك من فكر بطائفية أوقف هذا المشروع؟ ليست طائفية، وإنما كما سبقت أن قلت لك مناطقية. هذه الروح المناطقية لا تزال معشعشة في أدمغة البعض. مناطقية. إذا كان كلامك، إذا كان هذا الكلام دقيقا بأنك تحسب الكويت بجهة وأنتم بجهة، هذا الكلام حصل مع إيران أيضا عندما كنت تتفاوض، فماذا لا تسمي هذا؟ ليس يعني ما فهمت، خلنا نوضح لك. أنه انسى الكويت وانسى إيران، أنه أنت من البصرة، أنت من البصرة، من العمارة، من الناصرية، كلامك ما يمشي. كلامك خلنا واضح وصريح، ما يمشي بالبرلمان بالحكومة لو على الدول الأخرى.
لا، لأنه أنت بالذات، أنت إجيتني من الكوت أو من الناصرية أو من الديوانية أو من السواوة، ما يصير أنت تدلب دلوك بهذه الطريقة. أنت المفروض صاير بالصف الخامس ابتدائي، ما يصير تصعد للجامعة، هذا هو المطلوب. مفهوم؟ أي. طيب خليني أرجع إلى موضوع أنت، يعني أنا أجلت كثيراً لأهمية المحاورة التي أنا بس بودي أن أعرج إلى نقطة، أنه إحنا يقول الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل ساكنة خافقة سكوني. راحت علينا، راح علينا الربط السككي أبشرة مع الشرق والغرب، وراحت علينا كل شيء، وضاعت من عندنا كل الفرص. الآن أنا يوم من الأيام انسألت عن هذا الموضوع، قلت لهم إنه إحنا ماكو داعي واحد يتآمر علينا، ماكو داعي تعب نفسه واحد. حتى المتآمرين لما يريدون يتآمرون على العراق يكتشفون إنه إحنا حاذقين وناجحين إلى أبعد الحدود في التآمر على أنفسنا. نعم. أساكو قضية بها مفارقة أنت، يعني العراق من 2000 هذا كلام يسمم البدن، أنا أدري، بس هذه هي الحقيقة. نعم. من 2003 إلى الآن العراق في حرب ضد داعش وضد القاعدة وضد المتطرفين وضد الخونة، ولحد الآن ما عندنا قيادة عامة للقوات المسلحة. المهم يعني ما أدري، بس هسه أيضا ما أدري ليش يعني مجلس البحر الأعلى هذا اللي أنت تعجو أنه كل الخروقات التي تحصل في ثغر العراق في منفذ العراق، يعني غياب هذا الدور، في حين أكو حقائق تاريخية أنه في ظل هذا المجلس العراق كانت عنده 35 ناقلة عابرة المحيطات، 35 سفينة تجارية عراقية، وصل عدد السفن الصيد العراقية إلى أكثر من 100 سفينة على شركتين، تروح بجزر الكنار الصيد، بموزمبيق الصيد، بسواحل موريتانيا الصيد. الآن الزورق العراقي إذا يعبر مترتين يأخذونه. هذه الإنجازات لماذا غيبت؟ لماذا لم أحد يهتم بها؟ معقول إحنا كنا واصلين لهذا المستوى اليوم نتقهقر نتراجع لمصلحة من هذا الذي يحصل؟ كل ما قلته صحيح. مجلس البحرية الأعلى أول إنجازات قانون الخدمة البحرية المدنية لسنة 1973 إنجاز كبير وعظيم في وقته. مجلس البحرية الأعلى هو الذي كان يمثل العراق في المنظمة البحرية العالمية لما كان اسمها الإمكور قبل الآيمو، Intercontinental Government، يعني إلى أن صار International Maritime Organization الآيمو. المجلس البحرية الأعلى كان وراء هذا التطور الكبير الذي حصل في أسطول الناقلات وفي أسطول النقل البحري وفي أسطول صيد الأسماك وفي أسطول شركة المنتجات النفطية وغيرها. ماتت المجلس البحري الأعلى لما توقفت الملاحة في العراق أثر الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 لعام 1988. ولكن لما أجينا الآن وأسسنا الهيئة البحرية العراقية العليا واللي مقرها البصرة واللي طالبنا أن يكون ارتباطها بمجلس الوزراء حتى تكون ذات قوة فاعلة، نعم، وأن لا يكون ارتباطها بوزارة النقل حتى تكون ضعيفة، يعني كأي قسم يدير، لأن هي المفروض تشرف على كل المؤسسات البحرية سواء كانت تابعة إلى وزارة النقل أو وزارة النفط أو ما عدا العسكرية. أي. ولكن حصل اللي حصل، وكانت هناك قوة مؤثرة فاعلة في البرلمان العراقي بحيث لويت أعناق المواد القانونية وصارت هذه الهيئة مرتبطة بوزارة النقل بقانون رقم 18 لسنة 2019. ولكن يا سيدي واقع الحال أنه لا راح جاني ولا رد الخبر لي، ردينا على طير يلي على بنيان المرحوم. الهيئة البحرية ولدت ميتة، ويعني ولادة عسيرة، الآن هي تقبع في قسم صغير اسمه قسم التفتيش البحري تابع للمواني. لن أقد مجلس إدارتها ولا هناك تركيبة واضحة. هي بها مجلس إدارة حتى ينعقد يا أستاذ كاظم؟ لحد الآن ماكو. وهذا الكلام أنا لما أتكلم مع، يعني أوجه رسائل وخطابات مفتوحة إلى رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، الكل يغلس، وأقولها بصراحة، يعني هو الرجل زميلي وموجود وياي بالبرلمان، يعني كأنما هناك إرادة. أنا هسه أسأل،
لمصلحة من تعطيل هذه الهيئة؟ هل هي لمصلحة العراق تعطيلها؟ هل هي لما أنا شغل الهيئة وخليها ترفع اسم العراق عاليا في المحافل، هل هذا يضر العراق؟ بالمناسبة قبل بضعة أيام أكو مؤسسة خليجية اسمها مؤسسة الميمك، هذه مؤسسة تعنى بالطوارئ والحوادث التي تتعرض لها السفن في حوض الخليج العربي. كل البلدان الخليجية بما فيها إيران واليمن أعضاء في هذه المؤسسة، وكذلك العراق، وأيضا مؤسسة روبمي اللي هي المنظمة الإقليمية لمكافحة التلوث اللي مقرها الكويت. نعم. العراق الهيئة البحرية لم تمثل العراق ولم تذهب هناك. اتصل بي رئيس المؤسسة، يتصور أنه أنا بعدني لي يعني أثر كبير، ما يدري أنا طلعت من وزارة الداخل، وقال يا عمي هذه بيها منافع ومكاسب، دورات لأبنائكم يتعلمون بيها، مناهج دراسية تضاف لكم بيها، منح للدعم والتطوير والكذا بيها، سفن وزوارق ممكن تأتيكم مجانا. ولكن عمك أطرش، ولا واحد جاوبهم ولا واحد يسولف لهم. أنا أيضا أتساءل مثلك، يعني أنا مو كل أختصر عليك هذا، أنه هل تعتقد أنه وزارة النفط ليس من مصلحتها أن تقوم هذه الهيئة لأنه الولد راس مين على بعيد هيك؟ يا سيدي إحنا عندنا الآن يعني شخص واحد مثلاً، أنا أقول لك يعني إحنا بلد كفاءات، بلد مواهب، بلد أصحاب ابتكارات. الآن يك نفر على قولة الجماعة اللي هو الأستاذ الدكتور علي عباس خيون، وراح يجيب مكانه يمكن واحد آخر. علي عباس خيون الآن يمثل العراق في المنظمة البحرية خير تمثيل، وراح يجي بعده كابتن مازن يمكن أيضا راح يمثل العراق خير تمثيل، والمنظمات البحرية أشادت بهؤلاء، وهؤلاء كلهم يحملون أعلى الشهادات البحرية. إحنا الشيء بالشيء يذكر أنه يوم من الأيام أحد وزراء النقل من ذولا أصحاب العقود المشفرة، ما أريد أقول اسمه، في يوم من الأيام اكتشف أنه واحد من موظفيه يحمل شهادة الدكتوراه بالعلوم البحرية من جامعة لندن، شاغير قلبة الدنيا، سوى صحة صدور من السفارة وقالوا له نعم هذا خريج جامعة لندن العلوم البحرية، سوى صحة صدور هالنوب عن طريق السلك الدبلوماسي وزارة الخارجية. إلى حارب هذا الشخص حرب، هذا وزير نقل سابق، وزير نقل أسبق اي اللي الان هو يعني عبقري من عباقر الأمة طبعا. واضح، عرفته زين. والله حرت والله بزماني يا صحبتي. خويا شنو حقيقة الموضوع اللي تتحدث به عن ظهور بحيرة نفطية كبيرة موازاة ضفاف شط العرب بالبصرة في قرية البحار، بين قرية البحار ومدينة الفاو، تقول تحمل كميات، هذه هي طلعت تم اكتشافها، لو يعني الغازات المنبعثة منها، الروائح لو هم دخل لها مي على قولتك مثل ما تتهكم وطلع النفط لفوق. هذه يا سيدي تذكر أنه بالحرب الخليج الثانية لما أنه أحد طيور النورس وقع في بركة زيت وطلعوا صورته، انقلبت الدنيا، الإعلام العالمي كله قال الله أكبر، والكل ظل يبكي على هذا النورس المسكين اللي فقد ريشة وفقد حياته. الآن إحنا لدينا من ابتكارات شركة نفط البصرة بحيرة كبيرة، هي ودت الويلات يشيلون الكذا، والولاد هم اشتغلوا بهذا الموضوع، يعني انه اذا شيل تنكر يقول شيلت 10 تناكر، اذا شال 5 تناكر قال شيلت 50 تنكر، وهكذا وانفتحت الجربة. لحد الان الارض ملوثة، ولحد الان لم تتطرق الجهات الاعلامية الا بطريقة عابرة. يعني شوف الاعلام، انا اتصور انه هناك مضخات توربينية إعلامية تضخم بعض المسائل وتضلل بعض المسائل وتخفي بعض المسائل، يعني هذه كارثة. الآن أنت في بداية الحلقة من إحدى حلقاتك قلت البصرة تتنفس الدخان، أنت من تقعد الصبح الناس تنام على السطح بالصيف تشوف أنه سحب سوداء جاثمة على صدور الناس في البصرة. زين، وإذا أنت تشرب ماء ملوث بالنفط تعيش يعني لما أقول بجوار ضفاف شط العرب، يعني معقولة قرب بساتين النخيل هذه ذات الأشجار النخيل السامقة القوام بجانبها بحيرة سوداء؟ ولكن إن هناك أكثر
أكثر من جهة إعلامية وحكومية تتستر على هذا الموضوع، والدليل لحد الآن هذه البركة لا تزال في مكانها وهناك برك غيرها وهناك نفايات صلبة. خلي نعم. خلي ندخل بالعمق. الولد راحوا لهاي البحيرة يعني قاموا يأخذون منها؟ راحوا من باب الـ بطريقة يعني يعملون بطريقة بص شوف الوادي بيعمل إيه، يعني إسقاط فرض ولذر الرماد في العيون، وإلا كل شيء لا يزال على حطته. ماشي نعم. الوليدات راحوا متخصصين يشتغلون معية الحجاج، قريبين من السادة، قريبين من الكتل، ش راحوا يربدون هناك؟ لا هم حقيقة متخصصين، ولكن متخصصين من مقامات عالية، يعني متخصصين بدرجة متفرج. شنو مقامات عالية؟ منو هذا المقامات عالية؟ يعني شنو مقامات؟ دراء ومسؤولين، وما يصير ينزل بجزمته بالمنطقة التلوث ويحط الكذا ويشوف، وما يصير يحول هذه التربة اللي أفسدت زين واللي تلوثت واللي أصبحت مصدر للغبار، بكرة ينشف تنشف وتجف والرياح بالصيف تذريها وتدخل كغبار ب أفواه الناس. يعني ماكو واحد يشتغل ما يعني شنو 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 هو شنو يستنكف ينزل بجزمته؟ ليش هو من وجهة نظري يسوى له جزمة؟ هذا الموجود للأسف الشديد. هذا زين طيب، وصلت يد الخونة، وصلت يد الحرامية إلى هذه الجزيرة الآن، ما الذي يحصل حتى هذه اللحظة؟ وأنت الآن تعتب على الإعلام أنه ما حد يحكي. الآن إحنا نخلي يدينا والسيد الوزير النفط الله يكتب سلامته يسمع، ودولة الرئيس يسمع، والسيد رئيس الجمهورية يسمع، والسيد رئيس البرلمان يسمع، سولف لهم إيش ذا يصير هناك. اللي يصير هناك أنا أريد من الإعلام، الإعلام الجاد اللي ينتمي إلى هذا البلد العظيم، يفترض أنه يذهب إلى أعماق هذه البحيرة ويعالج إن الأسباب منين ظهرت هاي معقولا انشقت الأرض وظهرت هذه البحيرة بهذه الطريقة. إذا لابد هناك أنابيب مصابة، ربما هناك عملية اعتداء وسطوة على الأنابيب، ربما أنا لا أجزم بهذا الموضوع، ربما هناك عملية تخريب، لأن هذا النضح المستمر وهذه التدفقات. أنت شو ترشح من بين هذه الخيارات كمختص؟ ما هو الخيار الأقرب للحقيقة؟ الولد وصلوها، ربك طلعها بفعل عوامل التعرية، شو تقول؟ يا سيدي هذه الأنابيب أنابيب قديمة تعود إلى عام أعوام السبعينات، بداية السبعينات، يعني تقريباً بالأربعة وسبعين، خمسة وسبعين، يعني بالضبط 73، تحتاج إلى صيانة، لن تتلقى الصيانة. ثم هذه المنطقة شبه جزيرة الفاو وقعت تحت الاحتلال وسقطت عليها صواريخ ما بعدها من صواريخ، على قولك واحد من الشعراء يقول والليل يطلق بالنهار. هذا المكان تعرضت به الأنابيب لضربات صاروخية كبيرة، عولج بطريقة ترقيعية، إلا أنه هناك نضح، هذا النضح يفترض أنه يستبدل الإنبوب بالكامل. إحنا مو قاعدين يومية فاتحين دكان لمكافحة التلوث، يفترض أنه شركة نفط البصرة تستشعر الخطر وتعالج هذه المشكلة. النائب كاظم الحمامي في الجزء الثاني وعلى طاولة برنامج من بغداد، شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك الشفاء والسلامة أستاذ كاظم. الله يخليك يا سيدي، أنا آسف أطلت عليكم يمكن. لا بالعكس، وشكرا لكم مشاهدي قناة التغيير. هكذا كان الجزء الثاني في مصايب وطلايب النفط والموانئ، ويا ضيمنا ما مثل ضيم. تقبلت حياتي، ألتقيكم مجددا.